السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الأعزاء متابعين القناة بتاعتنا، ربنا يبارك فيكم جميعا. وكنا اتكلمنا من وقت قريب مش بعيد عن إن احنا هنعمل إن شاء الله سلسلة من الحلقات بتتكلم عن أو عنوانها ماذا قدم المسلمون للعالم. حابب تسميها كده سميها، حابب تسميها ماذا قدم المسلمون للحضارة الإنسانية أو الحضارة البشرية برضو سميها، هي نفس الفكرة. حلقة النهاردة هتبقى هي واحدة من أهم الحلقات في السلسلة بتاعتنا، لأن هي هتتكلم باختصار شديد عن أسباب الحلقة وليه الاسم السلسلة وليه الاسم بتاع السلسلة بتاعنا كده، وإيه اللي خلانا أصلا نفكر نعملها، وشوية حاجات كده صغننة يمكن تشدك إن أنت تبدأ تتابع السلسلة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ في الحلقة بتاعتنا، حابب إن أنا أقول لحضراتكم لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب على القناة واعملوا لايك للفيديو، ادعموه أو ديسلايك لو ما عجبكوش مفيش أي مشكلة. المهم إن أنت تعمل أي رياكت على الحاجة اللي أنت بتعمل، على المحتوى اللي أنت بتشوفه. تعالوا نخش في الموضوع. النهاردة هنجاوب على سؤال مهم جدا، ليه بنتكلم عن المسلمين؟ يعني ليه مثلا ما قلتش ماذا قدم العرب للعالم، أو ماذا قدم العرب للحضارة الإنسانية؟ أقول لك لأ، لما جيت كنت فعلا عايز أسميه كده، عايز أسميه ماذا قدم العرب للحضارة الإنسانية أو الحضارة البشرية أو للعالم. وبعدين وأنا بدور فلقيت بعض العلماء اللي أنا ناوي أتكلم عنهم إن شاء الله أصولهم مش عربية، يعني بعض العلماء أصولهم مثلا فارسية اللي هي إيران دلوقتي، وبعض العلماء أصولهم أندلسية يعني أوروبا. يعني المهم الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمع بينهم هي كانت الإيه؟ كانت الديانة الإسلامية. فقلنا إن إحنا إن شاء الله نقول إن هي ماذا قدم المسلمون للعرب أو للعالم. الاسم مستوحى من كتاب للدكتور المحترم جدا جدا اللي اسمه الدكتور راغب السرجاني. لو انتم مش عارفين دكتور راغب السرجاني، فالدكتور راغب السرجاني واحد من الناس المحترمين جدا. بص الكتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم، وبعدين مكتوب كده كمان، بص كده مكتوب إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. الكتاب من جزئين، واحد من الكتب الرائعة اللي انت ممكن تقراه او تتعامل معاه. حصل من خلال الكتاب ده، من البحث ده، على جائزة مبارك للدراسات الإسلامية، وكان واحد من الكتب المحترمة جدا. ممكن حضرتك لو دورت عليها هتلاقيه PDF. الكتاب ده مهم جدا، وطبعا احنا هناخد شوية اقتباسات من الكتاب ده في أثناء شغلنا، وهقول لك انا جبتها منين في الكتاب وهكذا. السبب اللي خلاني اصلا افكر في الموضوع ده ان في هجوم شرس وبشع من، مش هقول لك من الاوروبيين بس، لا انا هقول لك كمان من العرب نفسهم، على العرب نفسهم ومن ابناء اوطاننا، من ابناء جلدتنا زي ما بيقولوا، وبيتهموا المسلمين بالتخلف والرجعية. فانا حبيت افكر الناس دي، مش الاوروبيين بقى، لان الاوروبيين عارفين وهيبان لك كده من وسط السلسله والحلقات بتاعتنا، عارفين فضل العرب والمسلمين عليهم على فكره، فعلا عارفين، وهقول لك طبعا استشهاداتهم والكلام بتاعهم في وسط السلسله بتاعتنا. طيب هل انا هتكلم عن اسهامات العرب والمسلمين في مجالات الدينيه؟ لا خالص خالص، انا هفكر بس العلمانيين اللي هم اصلا كل دماغهم تفكير في العلم وتفكير في الطب وتفكير في الفيزياء وفي الهندسة وفي الصيدلة وفي الكيمياء، انا هفكرهم اسهامات المسلمين في الكلام اللي انت بتقول عليه ده. ايوه، اسهامات المسلمين في الكيمياء، اسهامات المسلمين في الطب، اسهامات المسلمين في الفيزياء، اسهامات المسلمين في البصريات، في علم البصريات، اسهامات المسلمين في الرياضيات اللي هي الحساب يعني، اسهامات المسلمين في الفلك، اسهامات المسلمين في الجغرافيا. كل دي علوم دينيه ولا علوم دنيويه؟ لا طبعا، كل دي علوم ايه؟ علوم دنيويه، علوم حياتيه زي ما احنا بنسميها، مش علوم دينيه. وإن كنا لو اتكلمنا عن العلوم الدينية هقول لك ماشي، ما هو بيخدم دينه، إنما لأ، إما أنا كعالم مسلم مثلا أعمل حاجة تخدم البشرية زي الجراحة ولا زي البصريات ولا زي الفيزياء ولا، ده اسمه إسهام في الحضارة البشرية. مش هتكلم عن علماء معاصرين زي مثلا الدكتور احمد زويل او الدكتور مجدي يعقوب تقول لي لا بس استنى، الدكتور مجدي يعقوب انت بتقول مسلمين، لا انا واحد من الناس، الدكتور مجدي يعقوب وكل المسلمين وكل العرب وكل العالم بيقدر انجازاته في الحضاره البشريه. انا قلت لك انا اخترت الاسم لان كان في حاجه بتشركهم كلهم ببعض، انما الدكتور مجدي يعقوب اسهاماته فوق دماغنا طبعا، وربنا يكرمه بالخير ان شاء الله. انا هتكلم عن علماء بدايه من القرن الثاني الهجري،
وانت طالع بقى كده، لان العلماء دول كان ليهم اسهامات جبارة اتبنى عليها العلم واتبنى عليها الحضارة في اوروبا، فعلا فعلا اتبنى عليها الحضارة، ولسه لغاية دلوقتي اثرهم في العلوم اللي انا ذكرتها من شوية دي، لسه لغاية دلوقتي اثرهم في العلوم اللي انا قلتها دي معروف، ودور المسلمين والعلماء المسلمين فيها مفهوم والناس معترفة بيه في اوروبا، فعلا معترفة بيه في اوروبا. يكفيك ان انت النهاردة بس تعرف ان اول حد رسم شكل تشريحي لعين الانسان كان عالم عربي مسلم، بس كده ده يكفيك النهاردة. وان طب العيون اللي اسمه اللي كان زمان اسمه طب الكحالة، عارف انت اللي هو بيكحل العين ده، طب العيون اللي هو طب الكحالة تطور على يد علماء العرب والمسلمين، ولم ينافسهم في عصرهم قبلهم او بعدهم او في نفس عصرهم حد زيهم. وكتير جدا من علماء العرب بس طبعا من علماء العالم بس طبعا الغرب بس طبعا المنصفين، مش اللي هم العلماء اللي بيحبوا يهاجموا ويحاربوا، بيعتبروا ان طب العيون طب عربي. يعني كتير جدا من علماء الغرب المنصفين بيقولوا ان طب العيون ده طب عربي مش طب غربي، طب عربي. ويذكروا مثلا على سبيل المثال، هم اللي بيذكروا على سبيل المثال العالم العربي اسمه علي بن عيسى الكحال، الكحال من العلم اللي هو علم الكحالة يعني. طيب، ويقولون انه كان اعظم طبيب عيون في القرون الوسطى برمتها. لما نيجي نتكلم عن القرون الوسطى، انت بس كل اللي تعمله اكتب كده اوروبا في القرون الوسطى، دور انت، انا مش هتكلم، مش هقول لك ايه اوروبا في القرون. انت بس اكتب كده اوروبا في القرون الايه الوسطى، ولما تعرف ان شاء الله في حلقاتنا ان اول ادوات جراحة زي المشرط وزي المقص الجراحي كان عامله عالم عربي مسلم، واسمه مذكور في التاريخ، اسمه ابو القاسم الزهراوي، اسمه مذكور في التاريخ اللي عمل المقص الجراحي طبعا، وهو اللي عمل المشرط. ولما تعرف ان الزهراوي ده هو اللي وضع الاسس والقوانين للجراحة لدرجة انه اخترع خيوط الجراحة، اقسم بالله اتحط تحتها هاشتاج عظمة، فعلا عظمة. لما تسمع الى الان هو اللي اخترع اصلا فكرة خيوط الجراحة، وهو اللي اخترع المشرط والمقص الجراحي والكلام ده اللي لغايه دلوقتي بيستخدم، طبعا الدكاتره عارفين الكلام ده. الزهراوي ده اللي احنا بنتكلم عنه ده كمان هو اول واضح واحد حط اسس لعلم جراحه المناظير. ايه ده؟ لا بقى استنى استنى، يعني ايه بقى علم جراحه المناظير اللي احنا دلوقتي اللي هو دلوقتي لسه ليا اخ ربنا يبارك في عمره اديله الصحه عامل جراحه في كتفه كده، في كتفه اليمين، عاملها بالمنظار. ليه؟ لان هو اصلا اللي اخترع حاجه اسمها ايه المحاقن والمبازل الجراحيه، اللي العلم بتاع المناظير قايمه عليه، قايمه على حاجه اسمها المبازل والمحاقن الجراحيه اللي عملها مين؟ الراجل اللي اسمه ايه؟ الزهراوي ده. طب خد دي، الزهراوي ده مثلا او العالم العربي المسلم اللي اسمه الزهراوي اول واحد في التاريخ تماما يفتت حصوه في المثانه عن طريق المنظار بجراحه. لا برضه هاشتاج عظمه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب، لما تعرف ان الكاميرات اللي احنا بنستخدمها اللي انا بصورك بيها طبعا مش هي نفس الكاميرا اللي انا بتصور بيها او انت بتصور نفسك بيها او بتاخد بيها سيلفي، مش هي بس الكونسبت، الفكره بتاعت الايديا بتاعت الكاميرا اللي عاملها عالم عربي مسلم، تبدا تفكر كده وتقول اه والله لا ده في كلام مهم جدا. وعلماء الغرب المنصفين زي ما بقول لك هم عارفين ان الكلام ده ايه؟ الكلام ده حاصل وهم بيقولوه. لما تعرف ان اول واحد فكر اصلا في الطيران، في الطيران عموما كان عالم عربي مسلم، هتعرف تبدا تفتخر كده وتبدا تقول لا والله ده احنا مش ضايعين قوي للدرجه دي كده، لا ده احنا كان عندنا علماء مسلمين عرب فاهمين والدنيا كانت ليها وزنها وليها مقامها وقت لما كنا لينا تقلنا في الدنيا. طيب، لما تعرف في حلقاتنا مين اللي اخترع حمض الهيدروكلوريك، وطبعا كل الناس اللي درسوا لغايه حتى ثالثه اعدادي عارفين اسم الحمض ده، ومين، ولما تعرف ان العرب والمسلمين هم اللي بداوا يعملوا حاجه اسمها القصب اللي هو اسف السكر، يخرجوا السكر من القصب. حكايه كبيره جدا 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 هنبدا نتكلم عنها ان شاء الله في السلسله بتاعتنا. هل معنى كده ان كل الغرب او كل المستشرقين، وبالمناسبه كلمه مستشرق يعني دارس لعلوم الشرق، تخيل ان في اوروبا في حاجه اسمها مستشرق يعني واحد شغلانته يدرس علوم الشرق، هل معنى كده ان كل المستشرقين مش منصفين؟ لا طبعا، لا 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 طبعا.
مثلا في مؤرخ الماني اسمه ايريش تيتل، طبعا انا هحاول او بحكم ان انا قارئ شويه في الحضاره الالمانيه وقارئ كتير في الدراسات الالمانيه، فغالبا هتلاقي الاقتباسات بتاعتي من ناس المان، فمعلش استحملني هجيب لك الكلام ونترجمه ونظبط حالنا فيه. الراجل اسمه ايريش تيتل، في الكتاب بتاعه اسمه ايه؟ اسمه دويتشلاند انجيشيشت اوند جيجنفارت. دويتشلاند يعني المانيا، انجيشيشت جيشيشت اللي هو التاريخ، اوند جيجنفارت هو الحاضر. هو بيتكلم عن تاريخ المانيا. بيقول ايه بقى؟ هترجم لك الكلام اللي هو قاله، نص كلامه يعني في الكتاب ده كان بيقول ايه؟ بيقول: ولم تكن وسط اوروبا في ذلك الوقت هي المنطقة المزدهرة حضاريا. استنى، وسط اوروبا ما كانتش المنطقة المزدهرة حضاريا، ولكن بل مش وسط اوروبا، ايه بقى؟ طب يا عم قول لنا ايه المنطقة المزدهرة حضاريا؟ ولم تكن وسط اوروبا في ذلك الوقت هي المنطقة المزدهرة حضاريا بل العالم الاسلامي. ايوه زي ما انت سمعت، ما قالش العالم العربي، قال دي اسلامشة فيلت، العالم الايه؟ الاسلامي. وكمل كلامه بيقول: في الفلسفة وفي مجالات كتيرة من العلم زي التقنية زي الطب قامت اسهامات العلماء المسلمين زي، وذكر الاسم، ذكر ابن سينا، بإثراء معرفة الشعوب العربية الأوروبية. يعني العلوم بتاعت العلماء المسلمين هي اللي عملت إثراء، عملت ثروة يعني لفكر وفهم الشعوب الإيه؟ الأوروبية. كمل كلامه بيقول: إلى اليوم، لغاية دلوقتي في اللغة بتاعتنا، وإلى اليوم تذكرنا كلمات مثل الجبر أو الكيمياء وأيضا نظام العد العربي الهندي، نظام العد العربي الهندي بأثر الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. أيوة الحاجات اللي أنا بتكلم عنها دي حاجات مؤسسينها ناس مسلمين عرب. يعني علم الكيمياء، علم الجبر، علم العد، نظام العد العربي الهندي، الحاجات دي اللي مؤسسها ناس مسلمين وعرب. الكيمياء الجبر، العلوم كبيرة جدا 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 جدا، كان أول ناس اتكلموا فيها أصلا هم العلماء العرب والإيه؟ والمسلمين. طيب وكلام الراجل كده انتهى على كده. كمان واحدة من أشهر المستشرقات اللي كانوا عايشين في عصرنا ده، وعلى فكرة هي ماتت قريب جدا، في تقريبا في أواخر التسعينات يعني، كان اسمها زيجريد هونكا. زيجريد هونكا ليها كتاب مشهور جدا جدا في اوروبا اسمه ايه؟ اسمه شمس الله تشرق على الغرب، اسمه كده الله زونا ايبر ديم ابندلاند، شمس الله على الغرب. ابندلاند اللي هي اوروبا يعني اللي هو الغرب. خلاص. وكانت بتتكلم في الكتاب ده عن ايه؟ بتتكلم عن فضل العرب على اوروبا. هو اسمه كده اونزا ارابيشس ايرب، يعني الموروث العربي لدى الاوروبيين، يعني الحاجات اللي العرب قدمها لاوروبا. الكتاب ده مهم جدا، في فصل كامل، فصل كامل الفصل الثامن عونته كده، العنوان بتاعه كان كده: شعب يذهب الى المدرسة. بتوصف ايه بقى في العنوان ده او في الكتاب في الباب ده؟ بتوصف كده، بتقول ايه؟ بتوصف فيه التطور التربوي في المجتمع الاسلامي في الوقت اللي الغرب كان عايشين في جهل وجهالة. يعني التطور التربوي، التعليم والمدارس، بتتكلم عن النهضة العلمية والتقدم الثقافي للعرب والمسلمين، في حين ان حكام وامراء اوروبا كانوا ما عنده ما كانوش كانوا ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، حرفيا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. كان المدارس موجودة في شوارع العرب والمسلمين، المدارس تعلم القرآن وتعلم العلوم الدنيوية وتعلم العلوم الدينية وتفقه الناس وتخبرهم بأحوال دينهم و و و و و في عصور كان حكام أوروبا وأمرائهم يعترفون بجهلهم، هم بيعترفوا بعجزهم عن القراءة والكتابة. إحنا مش ضعاف، إحنا عندنا عقول، إحنا كعرب وكمسلمين نقدر نعمل حاجات كتيرة جدا زي ما أجدادنا عملوها. افتخر بأجدادك وفكر هو عمل إيه، وفكر زي ما هو عمل وابدأ اتعامل. هنتكلم عن أسامي كتير جدا زي ابن سينا، زي مثلا جابر بن حيان، زي عباس بن فرناس، زي ابن الهيثم، زي الحسن، ناس كتير جدا 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 من الناس العلماء اللي كانوا موجودين في العصر ده هنتكلم عنهم ان شاء الله في السلسلة بتاعتنا، ونشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، ديسلايك لو الفيديو ما عجبكوش، وانشروا الفيديو بين اصحابكم، اعملوا سبسكرايب على القناة، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.